خلص كاس العالم 90 وسنين مرت وحضرتك لسه طبعا في حياتك مع الكابتن جوهري وصلنا لكاس امم افريقيا 98 بوركينا فاسو. كل الاحاديث والحوارات حتى لما تشوف جرائد مصر كلها في الاهرام الرياضي والاخبار الناس بتتكلم ان المنتخب ده مش مرشح ان هو يوصل ياخد حاجه حتى في الكوارتر فاينل. حضرتك قلت الناس كانت مرشحه ناخد المركز ال13 قبل كده، ليه ما كانش مرشح؟ كان جيل جديد طالع، كان في حازم امام وعبد الستار صبري، في كابتن حسام حسن طبعا موجود، في نادر السيد، في هاني رمزي مكمل من الجيل القديم، ليه الناس ما كانتش مرشحه المنتخب ده؟ هو كابتن جوهر رحمه الله عليه طلع في مؤتمر صحفي قال ان فعلا احنا مرشحين يمكن مراكز اخيره، لان المنتخبات على الساحه الافريقيه كانت قويه جدا في هذه الفتره، بيني وبينك كانت قويه جدا يعني برضه ما تيجي تبص كان في فرق كويسه جدا. يعني برضو ما تيجي ترشحها واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة تلاقي فرق كويسة والحمد لله. بص برضو احنا تركيزنا يمكن واللعيبة وعندها ارادة كويسة جدا وظروف المعيشة في بوركينا فاسو يمكن ساعدت بعامل كبير جدا احنا ناخد البطولة. نزلنا معسكر مش عايز اقول لك كنا بنسيب الباب مفتوح اللي عايز يخرج يخرج، ما كانش حد يقدر يخرج، ما كانش حد يروح هنا ولا هنا لان المعيشة كانت صعبة جدا في بوركينا فاسو، بدليل ان احنا يمكن حتى اول ما نزلنا يمكن سيبنا الشنط والكابتن جوهر يمكن رحمه الله عليه قال انا ايه اللي جابني هنا؟ قلت له يا كابتن احنا هنعيش هنا لان مفيش اوتيلات هنا، مفيش اوتيلات، فهنعيش في المعسكر ده. وعشنا في المعسكر واللعيبه كانت في قمه التركيز وقال لهم كل اتنين لعيبه عيش حياتك وركز في الكوره وركز في هذه البطوله. حضرتك كنت قلت قبل كده ان اللعيبه اول ما نزلت معسكر بوركينا فاسو كانت بتسال على الاكل، هم كانوا خايفين يجوا. ما انا بقول لك خدوا ده جريوا على الشنط، احنا كنا بناخد طبعا شنط تغذيه معانا، حاجات بقى المعلبات والحاجات دي. اللعيبة أول ما نزلت يعني تفكيرهم الشغل الشاغل الشنط دي والتغذية اللي كانت في الشنط، ففعلا جريوا على الشنط جريوا على الشنط وخدوا الأكل وكله وكل حد حط في شنطته اللي هو عايزه، ولكن احنا برضو سبناهم براحتهم عشان اللعيبة ما تتضايقش. وبعد كده في اجتماع حصل وأنا والكابتن سمير لمينا الحاجات تاني من الشنط من غير اللعيبة تعرف يعني.